قال الصحابة هم أولو العرفان. فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.